سلام، انا معاد احبوش. بلا مقدمه غندوي معاك نيشان، انت اخويا ولا اختي؟ واش باقي الوقت؟ باقي الوقت. حتى بالنسبه اللي باقي ما بدا راه باقي ليك الوقت، باقي الوقت قدامك. وشهر ديال رمضان راه طويل، غير النهار فيه تيكون طويل بزاف، تيكون فيه البركه. دونك حتى بالنسبه اللي باقي ما بدا راه ماشي زياده في الهضره الا قلت لك باللي باقي الحال، وخصوصا الا زرعتي في راسك الروح ديال البحث والخدمه. حاول في هذا الشهر هذا كل نهار شد درس من كل ماده، وحاول تخبره فيهم مزيان. ورمضان كما قلت لك راه طويل وراه باقي الحال باش تبدا، ماشي غير باش تبدا، يعني باش تكمل الدروس ديالك وتفهم كاع اللي غيتحط لك وتجي مزيان. راه خاصك تسمعها مزيان، راه باقي قدامك شهر كامل ديال رمضان، وكل نهار فيه كيدوز طويل. دونك بلا ما تبقى ديها في الوقت، راه عندك الوقت فين تشد كل شيء. وحتى في رمضان كيكون الجو صافي، تكون الطاقه زوينه منتشره، كيكون واحد الجو اللي مناسب ليك باش انك تقرا كيف ما كنتي، ما كيف ما كنتي، يعني فيك الاكتئاب، مريض، عندك شي حاجه خايبه في شي علاقه، ما لا مبالاه لا اكتئابات، اي حاجه كيما كنتي. الجو الزوين هو هاد الشهر هذا، حاول تستغله باش تجي مزيان في الجهاوي. وعندك تحبسك الهضره ديال هاد الشيء ما عندك ما دير به وراه ما غينفعك في والو، حيتاش هاد الفكره هادي راه ما غتخليكش تصنع لنا اسبرو. كون ذكي وجيب النقاط في الجهاوي باش يكون عندك واحد لافونتاج في الباك. الفكره ديال انك تحبس القرايه حيت داكشي ما عندوش قيمه، وفاش تكبر غادي تخدم في الانترنت ويولي عندك فلوس وداكشي، هي اللي غتخليك متاخر 100%. وهاد الفكره النيت هي اللي غتزرع فيك العجز. كن على يقين ان اي واحد عنده هاد الفكره واخا يكبر ما غيخدم في والو وما غيعطيش في اي مجال. ما كنحاولش انني نكسر شي واحد، ولكن علاش انا كنقول هاد الهضره؟ حيتاش اي حاجه ما خدمتيش فيها وما جاوكش نتائج زوينين حيتاش ما خدمتيش فيها بنيتك، راه ما غتعطي في حتى مجال واخا يكون داك المجال كيعجبك. حيت الا ما تعلمتيش شي حاجه سميتها الخدمه وصافي، الخدمه ما ديرش واحد المبررات ولا ديفاكتور، راك ما غتعطي في حتى شي حاجه. المعلومات هي الحاجه الوحيده اللي غتعاونك في اي حاجه في اي مجال في الحياه ديالك، يعني حياتك كامله. إلا كانت شي نصيحة نقد نعطيها لك ونموت بسلام في حياتك كلها، هي الخدمة، الخدمة والخدمة والخدمة. من اللي كان قصد الخدمة راه كان هضر على البحث، تبقشيش، تقلاب. حاول أنك تبقى تميخل على المعلومات. هذه الفكرة ديال أن القراية ما عندهاش قيمة هي اللي كتخلي أي واحد يحسب راسه غادي في الطريق الصحيح واخا هو غالط. ولكن عمرك ما تخلي الإيغو ديالك يقنعك باللي راك انت فاهم وفاهم كل شيء. الا خليتي هاد الفكره تسيطر عليك، راك بحال خليتي راسك تقتنع بالوهم، خليتي راسك تعجز، خليتي راسك ما تخدمش نهائيا لشي هدف ولشي حاجه باغي توصل لها. في اخر المطاف الهدف ديالنا من الجهوي والوطني وهذا الشيء كامل هو نوصلوا لواحد الخدمه، لواحد البلاصه اللي نكونوا كناخذوا منها فلوس. هذا هو الهدف، بلا ما يجي شي واحد يبدا يخربق عليا علاش نتوما كتقراو، حيتاش باغيين فلوس اللي غيخليكم تعيشوا حياه زوينه واللي نتوما باغيينها. اي واحد كيكافح لهذا المستقبل الزوين يعني يكون خاربها في حياته من بعد. داكشي علاش القرايه وسيله ديال السعاده. كنتمنى تكون فهمتوني. هضرت على هذه الفكره بزاف حيتاش كاين شي كتوبه وكاين شي ناس الله يهديهم كيخرجوا على شباب بهذه الفكره هذه ديال انك تكبر تخدم بوحدك دير شي حاجه اللي كتبغيها. وي ولكن القرايه صاحبي ما تسمحش فيها، والقرايه هي اللي غتوصلك، باش نكونوا مفاهمين. وهذا الشيء الا بقيتي مخليه مسيطر عليك هذه الفكره هذه غتعلمك غير العجز. دونك الخدمه 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 الخدمه. كنتمنى الفكره تكون وصلت. دابا ندوزو البروغرام ديال رمضان، يعني دابا عندكم رمضان باغين تجيبوا مزيان، واي نوت تجيبوا 16 17 18 كلكم. غالبا نتوما ما كتنعسوش بكري في رمضان، هادشي عارفين وحنايا. وباش ديروا العكس ان العقل ديالكم يكون ما متفقش معاكم تفيقوا بكري وتنعسوا يعني بكري، فصعيب يتقبلها العقل ديالكم اللي تبروغراما على هذا الشكل هذا، يعني تينعس تال شي وقيته وما تفيق تال شي وقيته. دونك سيروا مع العقل على قد عقله. الربعة غالبا كل شي كينعس. دونك هاد البروغرام اللي غنعطيك
انا كنشوفو هو انسب بروغرام ليك. غالبا انت غتنعس كما قلت لك مع 4 ديال الصباح، دونك غتفيق مع 12 وشد شي بيت بلاصه زويونه ما تسمعش فيها كاع شي صوت، وحس بالفرحه وحس براسك راضي على نفسك وامن بنفسك باللي راك انت واحد الانسان عظيم ويعني سمارت عبقري قادر يعني يشد بزاف ديال المعلومات. انت هو الاسطوره الساينس في البحث. اول حاجه في هذا الشيء هذا كامل هو شد 4 ديال الاوراق وحط حداك الاوراق وكتب فيهم كل ورقه، مثلا الاجتماعيات كتب الورقه فيها الدروس ب 16، التربيه الاسلاميه جيب ليها الورقه ديالها وكتب الدروس ديالها، الفرنسي كذلك كتب لي غومون فيغور دو ستيل كاع داكشي ديالها الدروس ديالها، وحتى العربيه كتب ليها الدروس ديالها الانشاء كلشي. وبالنسبه للفرنسي حاول تاخذ لي غومون ملخصين وحاول تجمع الاسئله اللي كتحطوا ديما في الجهويات. هاد الدروس ديال كل ماده اللي كتبتي في الاوراق دير قدام كل درس واحد المربع. علاش؟ فاش ملي تسالي اي درس، يعني راك تسالي مثلا الدرس الاول من الاجتماعيات، تسالي شي حاجه في الفرنسي، تسالي درس من التربيه الاسلاميه ودرس من العربيه، كل درس دير حدا واحد الكروه في داك المربع، يعني انك ساليتيه وضبطتيه مزيان وبحثتي فيه مزيان. نرجعوا للبروغرام اللي غنقول لك. بالنسبه للبروغرام انت غتفيق حتى 12، انا عارف حيتاش نعستي مع 4 غتفيق مع 12، 8 السوايع كافيه لك انك يعني الجهاز العصبي ديالك يرتاح. دونك غتبدا مع الوحده، ملي غتبدا مع الوحده غتسالي مع 4 ديال العشيه، وهنا حبس وارتاح واحد نص ساعه، وعاود تاني كمل من 4 ونص حتى ل 6 ونص، يعني ملي تسالي ديك نص ساعه عاود من 4 ونص حتى ل 6 ونص جوج سوايع وراجع فيها ماده اخرى. من بعد غتحبس وسير لعب، سير تريني، سير تلاقى بصحابك، انتي سيري تلاقاي بصحاباتك، سيروا البلاي ستيشن، خرج بدل الجو الديفولا، يعني اي حاجه ديرها تما من غير القرايه، يعني دير اي حاجه اللي تخليك تحس الراحه، ريلاكس الوضع خلاص صافي ارتاح حتى يجي المغرب. يعني كما قلت لك خرج قصر كره ولا دير اي حاجه حتى يأذن المغرب وصافي تما غتفتتح الامسيه. من بعد من مور الماكله سير صلي، سير صلي التراويح. مع ال11 غتبدا، يعني مع ال11 دير في بالك وكتبها في الورقه، مع ال11 غتبدا وحاول تذكر بها ديما نفسك وحاول تمشي على هذا البروغرام. مع ال11 ديال الليل غتبدا وغتسالي مع الجوج وارتاح حتى يأذن الفجر وسير صلي. وها هي غاده في هذا البروغرام اللي قلت لك، حاول انك تشد من كل ماده درس. اوكي هذا البروغرام هذا الا درتيه الا طبقتيه غتحس بالراحه وانت كتخدم، غتحس بالانتعاش والحلاوه ديال القرايه، وهذا الشيء حنا اللي باغيين، يعني انك يكون العقل ديالك مرتاح وراشق عليه باش يقرا وباش يعني يكون عنده واحد الروح ديال البحث والعبقريه. كن عبقري يا صاحبي، كن عبقري، مالك انت شنو خاسر؟ غتجيب نقطه زوينه في الجهاوي وغترتاح 3 شهور كامله ديالك، سير غتعيش احسن واحلى واطيب واحسن، يعني واحد الصيف زويون بزاف في هاد 3 شهور. حاول تخدم وحيد عليك العجز، حاول تخدم ما امكن في هاد الوقت هذا ديال رمضان، ما تخلي حتى شي حاجه تطيحك، يعني فين ما تشوف شي حاجه طيحاتك عاود كمل وعاود كمل، وان شاء الله من مور هاد الشيء هذا كامل غترتاح. يعني تجيك 3 شهور ولعب دور، نسى اللعب في هاد الشهر، نسى فري فاير، بابجي، اي حاجه غتلهيك، ومن بعد غتبقى لك واحد الوقت اللي زويون بزاف وملائم باش انك تلعب ودير اي حاجه باغي. وبالنسبه اللي كيسول واش باقي الوقت، راه 30 يوم صاحبي، راه شهر رمضان كامل، يعني باقي قدامك الوقت، وتوكل على الله وبدا، وان شاء الله راه غتجيب نتيجه زويونه ونقطه زويونه وسيتو ما تنسانيش الحفله وصافي. وحتى الجو هذا العام جاكم ملائم، غدوزوا مور رمضان يعني في ثالث عيد، واحسن حاجه هي هذه جابوها لكم مع ثالث عيد، تكونوا ديفو لي مرتاحين بخير. دونك تيقوا فيا، والله الا قلت لكم في هذا الفيديو غير اي حاجه، يعني انا دوزتها و
وقريت عليها وبحثت عليها، داكشي علاش كنجي نقولها لكم باش حتى نتوما اخوتي اللي ما عارفش ولا ما فاهمش ولا ما عارفش الطريق يشوفها بوضوح. وصافي هذه هي الهضره اللي جيت نقول في هذا الفيديو. كنتمنى نوصل ل20,000 قبل من 2020، يعني كنتمنى توصلوني ليها، وإلا ما وصلتش عادي ما كاينش إشكال، المهم أمنيتي أمنيتي. وشكرا لكم بزاف على أي واحد دار أبوني وعلى الاستماع وعلى كل شيء. والله إلا كنبغيكم بزاف وكنعرفكم واحد واحد واخا ما كنعرفكمش. وراكم في القلب. Peace and love. ونسيت، ورمضان كريم. مولاي صلِّ وسلِّم دائما.